سويت عشاء لذيذ وفخم وفي نفس الوقت ما أخذ مني أي مجهود ولا وقت. استخدمت في الوصفة هذه الجهاز البطل هذا. بنات هذا الجهاز اعتبره كنز، تخيلوا شواية وفي نفس الوقت قلاية هوائية وفي نفس الوقت ممكن تطبخين فيه، من شركة هوم إليك من قصر الأواني. طيب نبدأ نسوي المتبل. هنا شويت الباذنجان لحد ما صار طري ويتقشر بالسهولة هذه. أقشره بهذا الشكل وأنزل عليه ثوم وعصرة ليمون وأحط برضو عليه زبادي ومايونيز وآخر شيء طحينة وأقلبهم مضبوط مضبوط. طيب الآن نبدأ نسوي الطبق الرئيسي. هنا تحت نزلت البطاطس، حطيت عليه ملعقة زيت زيتون وبهارات، بعد كذا حطيت شبك الشوي ونزلت عليه الكباب، قفلت عليه وخليته لحد ما انشوى تمام. الريحة ما أحكي لكم. البطاطس رجعت قفلت عليه خليته وقت أكثر من اللحم وبكذا صار جاهز. هنا نزلت الخبز، مسحت الصوص، حطيت المتبل، حطيت البصل، حطيت أسياخ الكباب وحطيت البطاطس، وبكذا صارت عندنا وجبة وبدهون أقل.